ولنقاش هذا الملف يحضر معنا في استوديو الرافدين الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. أهلا وسهلا بكم. كما ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من البصرة الناشط السياسي وشقيق الأديب المغدور على مجذوب السيد قاسم مجذوب. أهلا بك سيد قاسم معنا. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. ونستهل هذا النقاش مع دكتور فالح، كيف تقرؤون هذا الحراك الشعبي اليوم الذي بدأ في بغداد وعدد من المحافظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحراك هو ليس الأول ولن يكون الأخير. الوضع في العراق يعني يتدهور بشكل خطير جدا. الأوضاع كلها في 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 يعني لا نقول حتى فوضى، ولكن حالة من الفساد غير مسبوق، وقد لا توجد في دولة أخرى مثل هذا النوع من أنواع الفساد. هناك الولايات المتحدة الأمريكية دولة الاحتلال التي سمحت للأوضاع بأن تصل إلى هذا المستوى، ثم هناك إيران التي تسلمت الملفات من الولايات المتحدة، وهناك صراع الآن على النفوذ داخل العراق. المشكلة أن العراقيين يكتوون بنيران ما يجري في العراق. هناك إرادة دولية ربما أمريكية إسرائيلية إيرانية لتدمير العراق، تدمير تام وشامل، لكن هذا التدمير نعلم جيدا أنه يطال المواطن العراقي. المواطن العراقي يتضرر من كل النواحي، الحالة الصحية متردية، الواقع التعليمي متردي، الفساد، الحديث عن الفساد أصبح يعني من كثر ما يردد يعني ليس فيه جديد، ولكن هو فساد غير مسبوق يعني علني وأمام الأعين، وبالتالي الشعب العراقي كله أصبح متضرر مما يجري. ونشهد هذا الحراك الذي سوف كما قلت يعني كان سابقا موجود وحاليا موجود، ولكنه الوتيرة تتصاعد وتتزايد حتى يحدث شيء يمكن أن يحقق انفراج. دكتور، بهذه المناسبة، هذه ليست المرة الأولى التي تظاهر فيها الشعب العراقي بهذه الطريقة للأسباب ذاتها كما تفضلتم، لكن ألا تعتقدون أن هذا قد يكون بغطاء حزبي، أن أحزابا ما تريد أن تصفي حساباتها مع الحكومة وبالتالي تقف خلف هذا الحراك، أم أنه حراك شعبي فعلي ضد الفساد والبطالة وسوء الخدمات؟ يعني في الحراك السابق في المرات الماضية كان هناك شيء من هذا القبيل. كل العوامل تدخلت لأنه العراق هو ساحة مفتوحة منذ 2003 لكل أنواع الكيد والتآمر الأمريكي والإيراني والإسرائيلي وغيره، ولكن الحقيقة تبقى ناصعة، وهي أن الشعب العراقي يتضرر، هناك ألم كبير جدا، هناك معاناة. يعني لا يمكن مهما كانت حجم المؤامرة أو التدخل أو هذا الحزب أو هذا الطرف أو ذاك، لا يمكن أبدا أن يحجب حقيقة أن العراق يعيش مرحلة من السقوط. يا أخي يعني لا يمكن تخيل ما يجري في العراق، لا يمكن أبدا. يعني هناك في سوريا مثلا قتل بالطائرات، قتل بالقصف الكيميائي، ولكن ما يحدث في العراق هو موت جماعي على كل المستويات. نعم. وبالتالي حتى لو تدخلت بعض الأحزاب، ولكن تبقى الحقيقة ناصعة، وهي أن هناك ضرر أصاب الجميع، والجميع معني بالخروج في ثورة عارمة يمكن أن تطيح. متى تطيح لا نعلم، ولكن هذا الأمر وضع على القطار، وضع على السكة. تبقى معنا دكتور. ننتقل إلى قاسم مجذوب الناشط السياسي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة، ونسألك ربما عن أهم ما ميز الحراك والتظاهرات التي كانت اليوم في البصرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تحية لقناتكم الكريمة ومشاهدين الكرام. طبعا الموضوع الحراك هذا إن شاء الله يعني ليس آخر واحد، وإنما سيستمر، ولكن هناك شيء يجب توضيحهما. هذه الحكومة معتمدة بصورة رئيسية أنه هي ما تخرج وإلها كافة الصلاحيات في قتل المواطن من باب الديمقراطية الكاذبة التي غطاؤها الأمريكي، بالنتيجة أنه يتفعل ما تفعل المواطن لا يهمها. هم ليس حكام، هم تجار بأموال العراقيين. العراق يموت، العراق يعيش، يقتل، يسلب، ينهب، هذا لا يهمهم، المهم مصالحهم الشخصية. نعم.
نعم أختي العزيزة. أستاذ قاسم، هل كنتم متواجدين في هذه التظاهرات اليوم؟ في بغداد لا، كنا في كربلاء. في البصرة أقصد، عن أهم الشعارات التي رفعت هناك. أختي العزيزة، أكو فد موضوع مهم. إحنا أنا مسؤول مظاهرات يعني من 2008 لحد قبل سنة وشوية استلموها الشباب حكم العمر والفكر والتجدد الشبابي، الأخ إيهاب والإخوان كلهم موجودين بالعمل الحركة التنسيقية للمظاهرات، ولكن إنه العملية إنه هذا الشباب كله طموح وكل عمل وأصحاب سعادات. هذه الحكومة ليس لها برنامج، هذه الحكومة ليس لها تخطيط. بدأت العملية بهدم دور المساكين الفقراء، بدأت العملية بضرب الشهادات أصحاب الشهادات، بدأت العملية بإسقاط وحجز أصحاب الأبطال السدعان الذي حرروا العراق من الدواعش. هذا يدل على أنه لا يوجد هناك تخطيط، لا يوجد هناك تنظيم، لا يوجد هناك فكر لبناء دولة، ولا يوجد حكومة، إنما هم عصابات لدمار البلد. هم تجوا من 2003 إلى العراق، الغاية معروفة، دمار هالمدينة، دمار البلد، دمار الشعب. يوصفون الشعب بأنه هو بعثي مؤيد لصدام لأنه بقى في العراق، ومن خرج فهو ضد صدام. وهم نسوا أنه هم ما موجود من الشباب العراقي بعد وصلت الفكرة. سيد قاسم أرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك بعد قليل. دكتور فالح معنا في الأستوديو. تجدد التظاهرات الشعبية بهذه الطريقة، وهذه ليس المرة الأولى كما اتفقنا، بالتأكيد تحمل رسائل عديدة، ربما رسائل سياسية وغيرها من الرسائل. النقطة الثانية التي أود أن تشيروا إليها لو تفضلتم هو أن هذا الحراك يقوده شباب عراقيون طموحون محرومون من الوظيفة، عاطلون عن العمل أو معطلون عن العمل كما أشار ضيفنا من البصرة. وهذا كله يعني يشير إلى رسائل كثيرة في الحقيقة أمام هذه الحكومة. هذا صحيح. إذا لاحظنا أنه الموجة الحالية من الشباب من المتظاهرات يقودها شباب، وهذا الشباب إذا تذكرنا جيدا هو على الأقل لم يشهد مثلا فترة 2003، يعني كان معظمهم صغار في السن، ولكن كثير منهم الآن يحنون إلى عودة النظام الحكم القوي، نظام الحكم الذي يجمع السلطات وينهي الفساد. هم لم يشهدوا تلك المرحلة ولكنهم عرفوا عنها، سمعوا عنها. الكل الآن يتحدث عن ضرورة وجود قائد قوي يقمع الفساد، يقمع هذه العصابات التي تحكمت في العراقيين وعاثت في العراق نهبا وفسادا. مثلا من الأشياء التي رفعت صور لعبد الوهاب الساعدي مثلا، هذه في الحقيقة هي محاولة للقول أن يعني فيها شيئين. الأول هم بحاجة إلى بطل، يعني تخيلوا أن هذا الرجل ممكن أن يكون البطل المنقذ، والأمر الثاني هو غمز من قناة إيران لأنه هذا الرجل أيضا ليس محسوبا على إيران. وبالتالي هذه الرسائل موجهة للنظام القائم، والذي يحاول هذا النظام أن يصف المتظاهرين بكل الأوصاف، ولكن في الحقيقة الوصف الوحيد هو أنه هذه الجماهير التي خرجت هي جماهير مظلومة، خرجت تبحث عن الحق وخرجت تبحث عن الإنصاف الذي تبحث عنه. دكتور، كيف تفسرون لجوء القوات الأمنية مباشرة إلى القمع واستخدام العنف والقوة لصد هؤلاء المتظاهرين؟ يعني هذا واضح أنه النظام قلق ويعلم حجم الجريمة التي يرتكبها، ويعلم أنه في العراق لم يعد هناك متسع للسكوت، وبالتالي الطريق الأقصر والأيسر هو القمع الذي لا يملك سواه. يعني هو لا يملك أن يتفاهم مع المتظاهرين، لا يملك أن يتحاور معهم، لا يملك حتى أن يعدهم بشيء، لأنه أي وعد الآن يقدم من قبل حكومة عبد المهدي أو غيره قبله أو بعده أو الذي سيأتي هو لا يستطيع أن يوجد شيء، لأن البلد مقسم ضمن حصص متفق عليها، وبالتالي أي رئيس وزراء يأتي هو عبارة عن مدير يدير هذه العلاقات التقاسمية المحاصصية. الآن ننتقل مرة أخرى إلى السيد قاسم مشذوب ضيفنا من كربلاء. سيد قاسم، ما الوقود الذي يمكن أن يمنح هذه التظاهرات الاستمرار
في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الشعب العراقي؟ أستاذنا العزيز، أول شيء تدعني أنا أضم صوتي لصوت الضيف الكريم. ثاني شيء أنه هؤلاء الناس أو العصابة الموجودة ما يمكن تسمح للمظاهرات ولا يمكن أن تلبي أي طلب من طلباتها، لأنه هي لا تملك أن تعطي شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن أن تساعد على ديمومة هذه المظاهرات بوجود غطاء عليها، لأنهم فاسدين إلى العظم، فاسدين إلى النخاع. فماذا يعطون؟ كل واحد منهم يأخذ حصته ويأخذ كميته، لا يمكن لأحد أن يعطي شيء من حصته. لا يوجد شيء في البلد، زراعة، صناعة، تجارة، صحة، تربية، كل مفاصل الدولة منهكة متعبة. هل تعني أن هذا أحد الأسباب التي ستدفع إلى استمرار هذه التظاهرات بهذه القوة؟ سيد العزيز، بعد أكثر المظاهرات بعد أكثر تطلع، بعد أكثر من هذه تطلع، لأنه الشعب يوصل إلى مرحلة أنه ينفجر، وقد واحتمال يستخدم السلاح، لأنه لا يعلم من الجيش الموجود داخل الخضراء أي مساعدة، بل بالعكس شاف القمع، شاف الهروات، شاف الضرب، مثل ما لاحظتوا في صور المظاهرات، وجنابكم أكيد وكيلكم موجود شاف موجود. هذا الكلام، هذا العمل، هذا الفعل لا يمكن ولا يمكن أن يستمر. الشعب يعني مهما طال في الزمن أنه يثور، ينفجر على هذه الوضعية. أخي العزيز، هذه ليست حكومة، هذه حكومة فاشلة، والقبلها فاشلة، لا يمكن أن تقدم أي شيء، وهي محتمية بالغطاء الأمريكي تحت عنوان الديمقراطية. نعم. بالنتيجة على الشعب أن يستمر، ونحن نستمر بالمظاهرات إلى أن نحقق مطالبنا، وهي تغيير هذا النظام، ونطالب بتغيير النظام هذا البرلماني إلى رئاسي. لا يوجد حل أبدا غير النظام الرئاسي. نعم. هذا النظام فاشل قانونا وعرفا واجتماعيا في العراق، فاشل. نحن نطالب، ومن مرجعية ومن المنظمات المجتمع المدني. نعم، نعود مجددا إلى دكتور فالح الخطاب، ونتحدث عن جزئية انتشار هذه التظاهرات بين بغداد وباقي المحافظات وخروجها من هذا الغطاء الحزبي، ومدى نجاح مثل هذه التظاهرة باعتبارها بعيدة عن الحزبية. هذا صحيح، نجاح هذه التظاهرات يعتمد على انتشارها وعلى خروجها من عباءة الطائفية وعباءة المناطقية وكل شيء. يعني وحدة من أسباب قوة النظام على قمع التظاهرات السابقة كان هو حصرها، كان دائما يتكلم عن أن هذه مظاهرات مقصود فيها شيء. في المنطقة الغربية عندما قامت التظاهرات أول مرة، المالك استطاع أن يقنع الآخرين بأنه هذه مظاهرات مقصودة، موجهة ضد جهة معينة أو طائفة معينة أو شيء. عندما قامت التظاهرات في الجنوب، في البصرة، في الكذا، كان هناك أيضا إشعارات أخرى، كل مرة يقولون شيء. لكن الأمر يعتمد الآن على انتشار هذه التظاهرات وعلى خروجها من أي عباءة. العباءة الوحيدة التي يمكن أن يقف خلفها العراق الآن هو إسقاط هذا النظام بالكلية. نظام العملية السياسية هو المشكلة. الولايات المتحدة الأمريكية عندما اقترحت هذا النظام، عندما أقرت هذا النظام في العراق، هي تعلم جيدا أنه أساس لتدمير العراق. لكن تدمير العراق لا يمكن أن يتم إلا بتدمير العراقيين، وهذا الذي خرج من أجل الشعب العراقي اليوم. نأمل أن تتوسع هذه المسألة حتى تكون ثورة شاملة تطيح بهذا النظام، لأنه أي طلب خدمي أو هو عبارة عن ترقيع. لا يمكن أن تطلب من هذا النظام أي إصلاحات. هذا النظام فاسد، وكما قال الضيف العزيز، يعني فاقد الشيء لا يعطيه. هم ليسوا فاقدين فقط، إنما هم لا عندهم لا رغبة ولا إرادة في الإصلاح. هم مجموعة طارئة على الحكم، لا تؤمن أصلا بفكر الدولة، هي تعادي الدولة، وبالتالي هم يقومون بكل ما يعمل على تخريب الدولة. نعم. وبالتالي تخريب المجتمع. دعنا أتوقف هنا وأسأل ضيفي من كربلاء سؤالا أخيرا يتعلق بهذا الموضوع. سيد قاسم، طالما أن كل الأسباب حاضرة وهي أسباب قوية وتتعلق بمعيشة المواطن العراقي، بالحياة اليومية للمواطن العراقي،
هل تتوقع استمرار هذه المظاهرات؟ والله يا أخي العزيز، يعني المواطن هو ليس منهم عايش، وإنما هو ميت يمشي. يعني هم قتلوا الوطن والمواطنة في المواطن. يعني ما أعرف أنا، هاي المجموعة، هاي العصابة الموجودة التي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، وكأنها قارت العراق، يعني لا تهتم بالمواطن. على المواطن أن يهم ويستمع ويوحد الرأي، وخصوصا هم تحت عنوان الانتخابات. أنا في التقارير غير زين بالانتخابات، هي أي انتخابات؟ العراق كله سيضرب على الانتخابات حتى تسقط هاي العملية، تبدأ من الصفر وترجع إلى المربع الأول. على العراقيين أنه لا يخرج أي مواطن إلى الانتخابات حتى ننهي العملية السياسية. يعني هذا قطاعهم الشرعي، يقول لك تريد تغير، غير بالانتخابات. بالنتيجة التزوير بديهم والصناديق بديهم، وهم ما يهم المواطن غير يوم ما حجهم الانتخابات. المواطن لا يعني لهم شيء، ليس له قيمة، ليس له أي ذرة أي معنى لهم. فقط يوم واحد المفروض المواطن ينتبه ويعرف انه هو ما له قيمه بيد هاي الناس، هاي العصابه الموجوده اصحاب المصالح، انه لازم يقف وقفه رجل واحد ويوم انتخابات كل من يجلس في بيته حتى لكي يعيش. نعم. ويحب العراق ويحافظ على العراق انه لا يخرج في هذا اليوم. ننتقل الى دكتور فالح، الى اين تتجه هذه الحركه الاحتجاجيه في العراق؟ في وقت نتحدث فيه هناك تجمعات ليليه بالاضافه الى التظاهرات التي كانت منذ الصباح. يعني لنكون واضحين، هاي التظاهرات قد تنتهي، قد تتضاءل، قد يعني تخف موجتها، ولكن الشعب العراقي الآن وضع كله على طريق التغيير. الوضع الآن كله غير قابل للعودة إلى المربع الأول، نحن نسير باتجاه التغيير. هذا التغيير سيأتي حتى لو كان بطيئا. هناك كفر، يعني هناك مسألة مهمة جدا في هذه التظاهرات. الشعب العراقي الآن يمر بتغيرات اجتماعية كبيرة جدا، كثير من الرموز التي كانت مقدسة الآن أصبحت موضوع تساؤل، أصبحت موضوع تشكيك، وبالتالي كثير من الأقانيم المقدسة سقطت في عين العراقيين. الشعب العراقي يعلم أن هناك دولة احتلال أمريكي ودولة احتلال إيراني، وأنه الجهود قائمة من أجل إسقاط هذه القوى المحتلة. هذا الطريق قد يكون طويل، ولكننا بدأنا، والبداية هذه مبشرة، لأنه الظلم عم، وكما قلت أنه سيأتي اليوم الذي يعني ينتصر فيه الشعب العراقي على ما يجري. الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب، كنت ضيفنا في استوديو رافدين بالإضافة. شكرا لك دكتور، ونشكر كذلك الأستاذ قاسم مشذوب، الناشط السياسي وشقيق المغدور الأديب علاء مشذوب.